أهلا وسهلا فيكم مشاهدين الكرام بحلقة جديدة من برنامجنا من المخيم. هذا البرنامج الذي يأتيكم بالتعاون بين تلفزيون فلسطين ودائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية. حلقتنا لليوم مشاهدينا من مخيم النصيرات، هذا المخيم اللي أنشأته وكالة الغوث الدولية الأونروا في وسط قطاع غزة لإيواء اللاجئين الفلسطينيين، ويحد مخيم النصيرات من الغرب البحر الأبيض المتوسط ومخيم البريج من جهة الشرق، ويسكن أهالي هذا المخيم كغالبية سكان المخيمات الفلسطينية في بيوت متلاصقة. بنبدأ معكم مشوارنا مشاهدينا في مخيم النصيرات بأسئلة ومعلومات تاريخية وثقافية متنوعة، خليكم معنا. مشاهدينا بنبلش معكم حلقتنا ومشوارنا لليوم بمخيم النصيرات مع أسئلتنا ومعلوماتنا الكثيرة والمتنوعة. مرحبا يا خالتو. أهلا حبيبتي، كيف حالك؟ كيف حالك؟ الحمد لله، الله يسلمك. تعرف عليك؟ مريم عياش من الجورة. أهلا وسهلا خالتو مريم، شو بتعرف عن الجورة؟ احكي لنا عنها. الجورة هي مشهورة بالسمك ويعني واللي فيها يعني الحمد لله خيرات، يعني هم من أهل الخير وهم أكثر إيش السمك، يعني مشهورين أهل الجورة. شو بتعرف من العائلات اللي كانت تسكن الجورة؟ سلمية ودار مطر ودار البردويل ودار يعني كتير أسماء زي هيك، عائلات كثيرة ومتنوعة كانت تسكن الخلا. طيب خالتو، إحنا برنامج من المخيم، رح نطرح عليك سؤال، إذا بجاوب عليه صح بتربحي معنا جائزة. زيد فضلك خالتو، بتعرفي مخيمات صبرا وشتيلة في أي دولة عربية بتقع مخيمات صبرا وشتيلة؟ لبنان. في وين؟ لبنان. لبنان؟ إجابة نهائية؟ تأكد منها يعني؟ طبعاً إجابة صحيحة. تفضلي، مخيمات صبرا وشتيلة في لبنان. بحتي معنا جائزة نقدية بقيمة 20 دينار مقدمة من دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية. شو بتحبي تحكي؟ أنا بتشكركم جزيل الشكر والحمد لله، يعني وكل عام وأنتم بخير بهذا الشهر الفضيل، وإن شاء الله دائماً هيك تكونوا تكرموا الناس كلها يا رب. شكرا لك وكل عام وانت بألف خير. شكرا لك. مشاهدينا مستمرين معكم بمشوارنا في مخيم النصيرات، خليكم معنا. مشاهدينا مستمرين معكم بمشوارنا في مخيم النصيرات مع أسئلتنا ومعلوماتنا. مرحبا. سلام. أهلا وسهلا. كيف حالك؟ الحمد لله رب العالمين. تعرف عليك؟ رامي نصر الراعي. تعرف عليك؟ معتز أنور الراعي. أهلا وسهلا، كل عام وأنتم بألف خير. وأنت بخير صحة وسلامة. شو بلدتكم الأصلية؟ من أي قرى فلسطينية أو مدن فلسطينية مهجرين؟ من المغار. من المغار؟ من المغار صحيح. المغار برضو، شو بتعرف عن المغار؟ شو سمعتوا عنها؟ المغار إنه بلد محتل، منطقة محتلة في الداخل الفلسطيني. إحنا معكم برنامج من المخيم، رح نطرح عليكم سؤال، اللي بجاوب عليه صح بيربح معنا جائزة. جاهزين؟ تفضل. سؤالنا بيحكي، شو الاسم الحقيقي للرئيس الراحل ياسر عرفات؟ محمد عبد الرؤوف عرفات القدوة. محمد عبد الرؤوف عرفات القدوة، إجابة نهائية؟ صحيح. طبعا رحمة الله عليه الرئيس الراحل ياسر عرفات، إجابة صحيحة. تفضل، ربحت معنا جائزة بقيمة 20 دينار مقدمة من دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية. شو بتحب تحكي؟ ألف شكر لكم، رحمة الله على الرئيس ياسر عرفات، كل عام وانتم بخير. شكرا لك وكل عام وانت بألف خير. وانت بخير وانت بالصحة والسلامة. شكرا لكم. مشاهدينا مستمرين معكم بمشوارنا في مخيم النصيرات مع معلوماتنا المتنوعة، خليكم معنا. مرحبا. أهلا. الحمد لله. كيف حالك؟ الحمد لله تمام. تعرف عليك؟ فرح المغاري. فرح المغاري، أهلا وسهلا يا فرح، كل عام وانت بخير. وانت بألف خير يا رب. من أي قرية فلسطينية مهجرة؟ كراتية. أجواء رمضان بالمخيم كيف تكون؟ حلوة كتير، منتعاون مع بعض كتير حلوة، يعني متألفين مع بعض. ربنا يديم المحبة دائما بين الجميع. احنا برنامج من المخيم، رح نطرح عليك سؤال، إذا بجاوبي صح بتربحي معنا جائزة. تمام. تعرفي كم تبلغ مساحة الضفة الغربية؟ ما عندك معلومة؟ أبدا؟ خيارات بقول لك. شكرا لك، تشرفنا فيك، يعطيك العافية. مشاهدينا مستمرين معكم بمشوارنا في مخيم النصيرات مع أسئلة جديدة، خليكم معنا. مشاهدينا مستمرين معكم بمشوارنا في مخيم النصيرات مع سؤال جديد بحلقتنا لليوم. مرحبا يا خالتو. أهلين. مرحبتين. كيف حالك؟ سلمك. الحمد لله بخير. تعرف عليك؟ ليلى عبد الله عطلة وهبة. كل عام وانت بألف خير. ألف خير. خالتو، من أي قرية فلسطينية مهجرة؟ من يبنى. شو مشهورة أكثر إشي؟ كيف الأهل السكان كانوا هناك؟
يعني هناك عائلات كبيرة وجيران وإشي وكويسين مع بعض، وهي اللي بعرفه يعني. كيف الحياة بالمخيم، بمخيم النصيرات؟ والله الحمد لله كويس الحمد لله. خالتو احنا برنامج من المخيم رح نطرح عليك سؤال، اذا جاوبي صح بتربحي معنا جائزة. تمام. سؤالنا بيحكي قصر هشام في اي مدينة فلسطينية بيقع؟ ريحة. قصر هشام في أريحة. متأكدة من الإجابة؟ متأكدة. إجابة نهائية يعني؟ نهائية. أكيد قصر هشام في أريحة. تفضلي ربحتي معنا جائزة نقدية، تفضلي، بقيمة 20 دينار مقدمة من دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير. شو بتحبي تحكي لهم؟ وانت بخير. انت بألف خير يا رب. شكرا لك ويعطيك ألف عافية. مشاهدينا مستمرين معكم بمشوارنا في مخيم النصيرات، خليكم معنا. مشاهدينا مستمرين معكم بمشوارنا في مخيم النصيرات، مرحبا. اهلا وسهلا فيكم. كيف حالك؟ الحمد لله. تعرف عليكي؟ فاتن شلبي. اهلا وسهلا فاتن، كل عام وانت بخير. وانت بخير والصحة والسلامة. فاتن من اي قرية فلسطينية مهجرة؟ اسدود. من اسدود، شو بتعرف عن اسدود؟ عندها عن مينا ساحلية. بتعرفي من العائلات اللي كانت موجودة باسدود؟ عندك زقوت وشلبي وابو حرب ودعالسة يعني في عائلات كثيرة متنوعة. أكيد إحنا برنامج من المخيم، رح نطرح عليك سؤال، إذا جاوبي صح بتربحي معنا جائزة. جاهزة؟ إن شاء الله. إن شاء الله. تعرفي كم تبلغ مساحة الضفة الغربية؟ يمكن 67. أكثر. بدنا منك جواب نهائي؟ لا، بالكيلومتر بدنا إياها. مش عارف. ما عندك معلومة؟ لا. شكرا لك، تشرفنا فيك، يعطيك العافية. شكرا لك. مشاهدينا مستمرين معكم بمشوارنا في مخيم النصيرات، خليكم معنا. مشاهدينا مستمرين معكم بمشوارنا في مخيم نصيرات، لنتعرف على معلومات أكثر من خلال أسئلتنا لأهالي المخيم. مرحبا يا عمو. يا مرحبا بك. كيف حالك؟ والله الحمد لله. تعرف عليك؟ أنور الغرباوي. عمو أنور، كل عام وأنت بألف خير. ألف خير. عمو من أي قرية فلسطينية مهجر؟ زرنوقة. من زرنوقة. شو بتعرف عن زرنوقة؟ شو سمعت عنها؟ بعرف إنها يعني كل فلسطين كانت أرض زراعية وبالزراعة يشتغلوا، وبعدين هجرت منها بعام 48. 48 اي نعم. عمو احنا برنامج من المخيم، رح نطرح عليك سؤال، اذا جاوب عليه صح بتربح معنا جائزة. جاهز؟ تفضل. سؤالنا بيحكي اكثر محافظة في قطاع غزة فيها مخيمات للاجئين الفلسطينيين، هي اي محافظة؟ الوسطى، سنسرات. محافظة الوسطى. سنسرات. اجابة نهائية؟ نعم. اجابة نهائية محافظة الوسطى. الوسطى. طب بتعرف تعدد لنا بعض من المخيمات الموجودة بمحافظة الوسطى؟ المغازي والدير وسنسرات والبريج. أربع مخيمات مظبوط موجودين بالمحافظة الوسطى، وهي أكثر محافظة في قطاع غزة فيها مخيمات للجوء الفلسطينية. تفضل، ربحت معنا جائزة بقيمة 20 دينار مقدمة من دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية. شو بتحب تحكي لهم؟ أنا بحييهم وبشكرهم على الكلام هذا، يعني إن شاء الله ربنا وفقنا جميعا إن شاء الله وانصرنا إن شاء الله بإذن الله تعالى. يا رب يا عمو، شكرا لك وكل عام وأنت بألف خير. مشاهدينا مستمرين معكم بمشوارنا في مخيم النصيرات، خليكم معنا. مشاهدينا مستمرين معكم بمشوارنا في مخيم النصيرات، مرحبا. اهلا وسهلا. كيف حالك؟ الله يسعدك يا رب. تعرف عليك؟ مصطفى صيدان. مصطفى، كل عام وانت بخير. وانت بألف خير والصحة والسلامة. من اي قرية فلسطينية مهجر؟ من عاقر. من عاقر، شو بتعرف عن عاقر؟ شو سمعت عنها من الاباء والاجداد؟ إنه أيام سيدة، أيام 48 طلعوا منها الآباء والأجداد، وإن شاء الله في يوم من الأيام إحنا هنرجع للأراضي عائدين إن شاء الله. إن شاء الله يا رب كل اللاجئين بيرجعوا لأراضيهم. طب كيف الحياة بمخيم النصيرات؟ أجواء رمضان كيف تعيشوها بالمخيم؟ عنا الأجواء في رمضان مختلفة دائما، بتلاقي عنا الألعاب على رأس الشارع للصغار والفرقعات الحاجات. عنا أجواء رمضان دائما مختلفة عن مدينة غزة، خصوصا في المخيمات هتلاقي الأجواء شعبية كتير، بس في نفس الوقت فيها حب وحياة كتير. ربنا يديم المحبة دائما في كل الأوقات. مصطفى احنا برنامج من المخيم، راح نطرح عليك سؤال، اذا بجاوب عليه صح بتروح معنا جائزة. جاهز؟ اهلا وسهلا، تفضل. اهلا فيك. سؤالنا لليوم بيحكي في بحيرة تقع على حدود فلسطين، بتعرف بحيرة ايش؟ بحيرة طبرية جانب البحر الميت. بحيرة طبرية بجانب البحر الميت تقع على الحدود الشرقية لدولة فلسطين. إجابة صحيحة، تفضل، ربحت معنا جائزة بقيمة 20 دينار مقدمة من دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية. شو بتحب تحكي لهم؟ شكرا كتير وكل عام وانتم بألف خير. وانت بألف خير، رمضان كريم علينا جميعا يا رب. شكرا لك، يعطيك العافية.
مشاهدينا، وبهيك بنكون وصلنا معكم لختام حلقتنا لليوم من برنامج من المخيم ومن أزقة مخيم النصيرات بالتحديد. نشوفكم بحلقات جديدة مع أسئلة ومعلومات جديدة من مخيمات أخرى. إلى اللقاء.